السعودية تقطع العلاقات مع إيران وتطالب دبلوماسيها بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. بدء فعاليات الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي على مستوى الوزراء بالرياض. السيسي يطالب الحكومة بتعزيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات لزيادة النمو الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. موجز لأهم وأبرز الأنباء يأتيكم عبر شاشة النهار اليوم. أعلنت السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، مطالبة الدبلوماسيين الإيرانيين بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وذلك بعد الهجومين على سفارتها وقنصلياتها في إيران. وقال وزير الخارجية السعودي عادل شبير إن النظام الإيراني يحمل سجلا طويلا من الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، مشددا أن المملكة ترفض التعامل مع دولة تدعم الإرهاب وترعاه. والمملكة في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية، السفارة، القنصلية، المكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة، وقد تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بذلك. من جانبها، أدانت مصر حادثتي الاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها بإيران، وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ضرورة احترام مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وسلامة الأفراد العاملين بها. كما أدان الأزهر الشريف الحادثة وأكد في بيان له تضامنه مع السعودية، داعيا إلى ضرورة احترام الشؤون الداخلية للمملكة وعدم التدخل فيها واحترام علاقات الجوار التي حث عليها الإسلام وأقرتها المواثيق الدولية. تبدأ اليوم فعاليات الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي على مستوى الوزراء بالرياض، وتستمر جلسات المجلس حتى الثلاثاء المقبل لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بتفعيل التعاون المشترك بين السعودية ومصر. كما تناقش الجلسات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين. ويرأس الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بينما يترأس الجانب السعودي عصام بن سعيد وزير الدولة بمجلس الوزراء السعودي. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة مواصلة الحكومة إجراءات تعزيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي. واستعرض السيسي وإسماعيل خلال اجتماعهما مشروعات التعاون التي ستطرح خلال زيارة رئيس الصين إلى القاهرة الشهر الحالي، وسبل مساهمتهما في مبادرة إحياء طريق الحرير. شهد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء تحالف الشركات المصرية الصينية لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما وقع الوزير مع نائب رئيس الشركة الصينية CSCIS 7 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الجديدة وتوفير قرض لمشروعات الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، وتصل قيمة مذكرات التفاهم ملياري دولار، وتتضمن قيام تحالف الشركات المصرية الصينية بتنفيذ مبنى مجلس الوزراء ومباني 12 وزارة، وكذلك قاعة المؤتمرات الكبرى ومبنى أرض المعارض و15 ألف وحدة سكنية تتناسب مع محدود ومتوسط الدخل. وإلى منطقة شرق بورسعيد، حيث وصلها صباح اليوم المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك لتفقد المشروعات التنموية بها وبمحور قناة السويس للوقوف على أعمال التطوير التي أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء لإنشائها.
قتل 26 إرهابيا وألقي القبض على 5 آخرين من المشتبه بهم في أعمال المداهمات والتمشيط التي يقوم بها الجيش بمدن العريش وشيخ زويد ورفح وبعض المناطق بوسط سيناء، والتي تأتي في إطار استكمال العملية الشاملة حق الشهيد، حيث أسفرت كذلك عن تدمير سيارة وأربع دراجات تستخدمها العناصر التكفيرية في استهداف التمركزات الأمنية وتفكيك 18 عبوة ناسفة على محاور تحرك للقوات. ختاما هذه تذكرة بأهم وأبرز ما جاء في العناوين. السعودية تقطع العلاقات مع إيران وتطالب دبلوماسيها بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. بدء فعاليات الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي على مستوى الوزراء بالرياض. السيسي يطالب الحكومة بتعزيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات لزيادة النمو الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز الإخباري، شكرا لكم وإلى اللقاء.